وانتقل الآن إلى الثالثة التي سوف أقدمها للبروفيسور محمود مصطفى هرموش من سوريا. لبنان يا أخي. لبنان هذا المحل الذي اتبعته هنا في سوريا كثيرا حيث درست. والأستاذ العزيز والله سبحانه له سيرة يعني تمتلي بالكثير من المشاركات والفعاليات والأوراق المقدمة والكثير من المؤلفات وجزء منها موسوعة في قواعد فقهية في الفقه البابية ومكانة العقل عند المذاهب الإسلامية ومقام الإفتاء وجدلية السلطة السياسية والفقه التقديري عند العالمية. المداخلة سوف تكون عن المنهج الأصولي عند السامي، أرجو أن تختصرها في حدود 20 دقيقة. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام عن الإمام السالمي رحمه الله يقتضي المجلدات، ولقد وضعت فيه كتابا كاملا، والآن يراد أن أقدمه في 20 دقيقة. نسأل الله العون في ذلك. أيها الإخوة، نحن نتكلم الآن عن مجتهد اكتملت لديه آلة الاجتهاد المطلق. فإن العلماء عندما يذكرون شروط المجتهد يضعون ضوابط معينة لهذه الشروط، منها أن يضع القواعد التي يسير عليها في اجتهاده، وأن يتتبع الحوادث والمسائل التي سبق بالقول فيها، وأن يتعرض لمسائل جدت في حياته لم يسبق فيها أو لم يسبق بالجواب فيها. وهذه الأمور قد اجتمعت كلها في إمامنا السالمي رضي الله عنه، فهو تصرف في أصوله تصرف الخبير الجهبذ الخبير، وتعقب المسائل التي سبق بالقول فيها فأدلى بدلوه فيها، وأيضا تعقب المسائل أو تعرض وتصدى للمسائل التي جدت في حياته فابتكر ما يسمى بالفقه الإنشائي. وقد تتبعته في مبحث خاص في المسائل التي قال فيها ولم أجد فيها قولا، لم أجد لأحد فيها قولا، فهذه المسائل التي لم يجد لأحد فيها قولا أنشأ فيها قوله، وعلى كل حال على ما يرى هو في زمنه لم يرى فيها قولا لأحد. لذلك أنتقل إلى المحور الأول، كيف استثمر السالمي رحمة الله عليه هذه المصادر. الإمام السالمي كالأئمة قبله قسم الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما الأدلة التي اتفق عليها بين الأمة فهي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس، والمصادر الأخرى أيضا أدلى بدلوه فيها. أما القرآن الكريم فقد عرفه كما عرفه الجمهور بأنه النظم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالتواتر، وتعرض في للقواعد أو للدراسات القرآنية من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ونسخ ومحكم ومتشابه ومنطوق ومفهوم إلى غير ذلك، وكان في بحثه موافقا لجمهور
المذاهب الإسلامية كما تفضل الأستاذ الدكتور رضوان السيد فيما ذكره أنه يوافق الجمهور في دلالة العام وفي النسخ وفي حيث قالوا إن دلالة عام دلالة ظنية خلافا لمذهب الحنفية، وهو يوافق الجمهور أيضا في القواعد اللغوية كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وفي عوارض الأدلة كالنسخ والتعارض والترجيح إلى ما هنالك. أما في السنة فقد عرف السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقسمها إلى سنة متواترة وآحادية، وذكر ما يبنى على كل جزء من هذه الأجزاء. أما المتواتر فهو فسبيله العقائد، تثبت به العقائد والأديان، وأما الآحاد فهو دليل للفقه وللأمور العملية أو في أحكام الشريعة. أيضا تصدى للدراسات الحديثية كأنما تقرأ لمحدث خبير في هذا الشأن، عندما تحدث عن زيادة الثقة وتحدث عن المتن وتحدث عن الإسناد وعن علل الأحاديث وعلل الإسناد، وتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، وبذلك اكتملت لديه آلة الاجتهاد في الوحيين. أما الإجماع فموقفه من الإجماع كموقف علماء الأمة، ينظر إليه على أنه العاصم للفهم وللنظر في كتاب الله عز وجل، ولولا الإجماع لقال من شاء ما شاء، ولكن الإجماع يبقى صخرة تتحطم عليها رؤوس أهل الأهواء ويتحاكم الناس إليه في فهم الكتاب والسنة. ومن عباراته الرشيقة في هذا المقام: لا حظ للنظر مع الإجماع والنص، أي لا قيمة للاجتهاد ولا يعبأ بالاجتهاد في مقام الإجماع والنص. وقسم الإجماع إلى إجماع عام نطقي هو إجماع الأمة، ويرى أنه حجة، أن إجماع الأمة حجة وإجماع الصحابة حجة، وتعرض للإجماعات الأخرى كإجماع العترة الأطهار أهل البيت، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر، وإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، وإجماع الكوفة والبصرة، وإجماع المدينة، وذكر أن هذه الإجماعات ليست حجة وقد تكون مرجحا من المرجحات، لأن الله ما عصم إلا الأمة كأمة، الأمة المرحومة. وأما الصحابة فلكونهم يمتازون بمشاهدة الوحي والتنزيل، واعتبرهم كوحدة متكاملة في هذا المقام، لما يجمع الصحابة كلهم على أمر فهو إجماع أمة في عصرهم، يعتبر إجماع الأمة، فلذلك يقول به. أما القياس فأحسن من كتب في القياس ومن أحسن من كتب في التعليل ومسالك العلة، الإمام السالمي رحمة الله عليه خاصة، وفقهاء الإباضية بعامة، من الذين يقولون بتعليل الأحكام، وهذا هو الباب الرئيس للحكم بالقياس، لأن هنالك من ينكر التعليل ويقول أول من علل إبليس لما قال: وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ونسي أن إبليس عليه اللعنة كان يستعمل القياس في مقام النص، لأن الله قال: ولا تقرب هذه الشجرة،
فالسالمي رحمة الله عليه تعرض لتعليل الأحكام، وذكرت ذلك في كتاب المقاصد، ذكرت بابا واسعا وكيف كان يشقق ويقسم الأحكام الفقهية نظرا لملاحظة العلة والاختلاف العلة، كما سوف أتعرض إليه في قادما إن شاء الله في المحور القادم إن شاء الله وهو الثالث. ذكر الإمام السالمي الأقيسة كلها صحيحها وسقيمها والمختلف فيها، فذكر القياس الأولى وقياس المساوي وقياس العكس، وذكر الأقيسة المختلف فيها كالقياس الظني أو قياس الشبه، والقياس والأقيسة الفاسدة كالقياس في مقام النص وهو ما يسمى بفساد الاعتبار أو القياس مع الفارق. ولذلك كان الإمام السالمي يعنى بفنون عدة أنتقل إليها في المحور الثاني، وهو فن التقعيد. الإمام السالمي رحمة الله عليه عني بالتقعيد الفقهي، صحيح لم يكتب كتابا خاصا بالقواعد، لكنه نثر القواعد في كل كتبه بالمئات، وإنما ذكر في طلعة الشمس القواعد الكلية الكبرى بقوله: أما اليقين فهو لا يزيله إلا يقين قبله حصوله، وإنما الأمور بالمقاصد، والضر مرفوع بلا معاند، ويجلب التيسير بالمشقة، إذ ليس في الدين عذاب الأمة، وإن للعادة حكما فعلا ما قد ذكرت. أسس الفقه الأولى، يعني أسس الفقه علماؤنا على هذه الكليات، هذه القواعد الكبرى. أما استخدامه اللغة، فالإمام السالمي استخدم اللغة في مقامين: المقام الأول لتصحيح مذهبه، والمقام الثاني للرد على الخصم. أقصد بالخصم الخصم المجازي، يعني في المذهب الذي يخالفه في المذهب الاجتهادي. وأذكر مثالين على ذلك. أما المثال الأول فهو كلمة المحيض: ولا تقربهن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يوجه الإمام السالم رحمة الله عليه توجيها لغويا، يقول: كلمة المحيض إما أن تكون مصدرا ميميا أو اسم زمان ميمي أو اسم مكان ميمي، فإن كان مصدرا ميميا فيكون الحكم عدم قربان وغشيان الزوجة أثناء الدم أو في الدم نفسه، وإن كان اسم زمان فيحرم عليه غشيانها في زمن الدم ولو لم يوجد، وإن كان اسم مكان ميمي فيحرم عليه غشيانها في موضع الدم ويستثنى ما دون ذلك. أي خبير هذا الذي يقسم ويغوص في المعاني اللغوية ويوجه الأحكام هذا التوجيه العظيم؟ وإنك بسلاسة يعني بدون عناء تستخلص من علمه ومن عمق نظرته إلى اللغة هذه المعاني. وقد ذكرت في اجتهادات السالمي كثيرا من هذه الأمثلة. أما المثال الثاني فحكم الأرجل، حكم الأرجل في الوضوء. الله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين، وهنالك قراءة: وأرجلكم إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. أما قراءة النص فهي قراءتنا، قراءة الجمهور: وأرجلكم، فيكون حكم الأرجل الغسل، يعني فامسحوا برؤوسكم، نعم،
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هكذا التقدير. لكن هنالك مذهب يرى أن حق الأرجل المسح، ويستدل بقراءة الخفض، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تمام. الإمام السالمي يرجح قراءة النصب وإن خفضت، يعني ولو قرأت حتى على قراءة وأرجلكم فالحكم الغسل. لماذا؟ لأنه يرى أن الأرجل قد عطفت على المغسولات لكن جرت لمجاورتها المجرور، كما تقول العرب هذا جحر ضب خرب، والصواب من حيث الإعراب تقول خرب لأنها صفة لجحر، جحر ضب خرب، لكن قالت خرب فجرت بالعدوى للمجاورة لمجاورة المجرور. فيقول فهي على القراءتين، قراءة النصب وقراءة الخفض، يجب الغسل وليس المسح. أنتقل إلى استخدامه فن التفسير. الإمام السالمي رحمة الله عليه استخدم فيما استخدم فن التفسير، نعم. إذن لما نظر في التفسير كان ينقل آراء الأئمة الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وينقل آراء المفسرين، ويعتني في كل حكم بفن من فنون التفسير. ففي الأحكام الفقهية يعتني بأقوال بالمفسرين الذين يعتنون كالقرطبي مثلا، لكن في اللغة ينظر في أقوال الفخر الرازي، وكنت أراه يعظم الفخر ولا يشير إليه إلا بقال الفخر، وهذا من إنصافه وأدبه، وقد ذكرته في البحث لكن ربما لا أصل إليه. عن فقه النفس، كان الإمام السالمي فقيها نفس، تجلت فيه صفات المجتهد، الإنصاف مع خصومه أو مع أصدقائه أو مع رجال مذهبه أو مع غيرهم، فهو ينصفهم، يقول قال حجة الإسلام الغزالي، يذكرون بأوصافهم، قال الفخر، قال الفخر، هذه كلمة فيها فخر، وهو يحب الفخر الرازي، وأظن أنه كان يريد أن يجعل للقارئين من الفخر رافعة، في حين أن أناسا كثيرين يغمطون. هنالك من يحط على الإمام الفخر ويغمط من مقامه، ولا سيما في العقائد وفي التفسير، يقولون الفخر جاء بكل شيء إلا بالتفسير، أما إمامنا السالمي فكان يشيد به ويعتني بالنقول منه. إيه طبعا إن شاء الله. هلا عندنا استخدامه الفروق، الفروق اللغوية والفروق الفقهية، من لم يعتني بها فليس بمجتهد ولا يلج باب الاجتهاد حتى يلج الجمل في صم الخياط، لأنه يأتي بأقيسة غير صحيحة. المحور الثالث استخدامه القواعد الأصولية أثناء المناقشة، لن أطيل إن شاء الله. استخدم السالمي رحمه الله منهجا دقيقا قد يراه الباحث غريبا عن المنهج الأكاديمي، فهو تارة يبدأ بمذهب الصحابة، وأثناء ذلك يذكر المذاهب الإسلامية ومذهب أصحابه من المغرب والمشرق، وتارة يبدأ بمذهب أصحابه يتلو ذلك ذكرى المذاهب الأخرى، وتارة يقول وقال قوم من غير تحديد، وتارة يذكر علماء المذهب مع علماء الأمصار، وتارة يذكر أقوال المفسرين مع أقوال الفقهاء،
وتارة يقول وقال بعض الأصحاب، وتارة يذكر الخلاف بقيل ويقال، وأكثر ما يكون هذا في أثناء نقل أقوال المفسرين. ما السر في هذا المنهج؟ من يمارس العمل في منهج السالمي يطلع على السر في ذلك. أما البدء بمذهب الصحابة ثم بالمذاهب الأخرى فنظرا للتسلسل التاريخي من جهة، أو تأدبا مع الصحابة لأنهم هم المعلمون الأول. أما ذكر أقوال أصحابه في ثنايا المذاهب الإسلامية فالحامل له على ذلك أن الإباضية يختلفون، فمنهم من يوافق هذا المذهب، منهم من يوافق الشافعية، ومنهم من يوافق الحنفية، ومنهم من يوافق المالكية، ومنهم من يوافق الحنابلة، فيذكر مع كل فريق من أصحابه ما يناسبه من المذاهب الأخرى. نعم. وأما قوله وقال قوم كذا وقيل كذا، فللدلالة على قلة أهمية هذه الأقوال وأصحابها. وأما ذكر أقوال المفسرين مع أقوال الفقهاء فالحامل له على ذلك اشتمال المسائل الفقهية على مفردات من كتاب الله عز وجل، كما سمعتم مثل قواعد من النساء، المحيض، كذا. فأثناء الكلام على التفسير يذكر بقيل وقال بعض ويقال هكذا. المحور الرابع استعماله القواعد في مناقشة الأدلة. هذا منهج أوجزه في 10 نقاط سريعة. الأولى، إنه يرد الدليل النقلي لكونه منسوخا أو اعترضه عارض من العوارض الأخرى كالخصوص والتخصيص والتقييد ونحو ذلك. هذا في القرآن والسنة معا. ثانيا، يرد العموم إذا كان يراد به الخصوص، مثل وكل بدعة ضلالة، قال وهذا من العام الذي يراد به الخصوص، كأنه يرد على من يرى أن البدعة لا تقسم. وذكرت في اجتهاداته أن رأيه في البدعة كرأي جمهور الأمة أنها تقسم إلى محمود، فما وافق الكتاب والسنة فمحمود، وما خالفهما فمذموم. وأما احتجاجهم بحديث وكل بدعة ضلالة، يقول فهو من العام المخصوص أو العام الذي يراد به الخصوص. ثالثا، يرد الدليل إذا عارضه ما هو أرجح منه، كرده المفهوم إذا عارضه المنطوق. رابعا، يرد الإجماع إما لثبوت المخالف له في عصره أو لكونه إجماعا غير معتبر، كإجماع المدينة أو الشيخين أو غير ذلك. خامسا، يرد القياس إذا خالف النص أو الإجماع أو كان قياسا مع الفارق. سادسا، يرد قول الصحابة إذا ثبت له مخالف في عصره مثله أو أكفأ منه. سابعا، يرد مفهوم المخالفة إذا فقد أحد شروطه، كان خرج مخرج الأغلب أو مخرج التفخيم أو مخرج السؤال عن الجواب عن سؤال أو نحو ذلك، كما هو مسطور في كتبه. يتمسك ثامنا، يتمسك بالبراءة الأصلية، وكل ما خالف البراءة الأصلية يرده، وهذا يرجع في الحقيقة إلى أعماله، إلى احتجاجه بالاستصحاب. يرد المصلحة إذا خالفت النص والإجماع ويسميها بالمناسب الملغى. مناسب يعني المصلحة الملغاة لا تعتبر إذا خالفت الكتاب والسنة، لذلك لا يصح تخصيص النص بالمصلحة عنده، لأن المصلحة إذا خالفت النص فليست بمصلحة، إنما هي مصلحة موهومة. نعم. عاشراً، يرد الاجتهاد عموما إذا خالف النص والإجماع، ومن عباراته الرشيقة قوله لا حظ للإجماع مع النص، لا حظ للنظر مع النص والإجماع. وأخيرا،
أذكر مثالا واحدا عن تفننه في توجيه العلل وبناء الأحكام عليها في مسألة أكل الضب أو أكل الثعلب والضبع لما اختلف فيها الفقهاء. اختلفوا في العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الراوي نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. اختلف فسبر العلة سبر الخبير الغواص، قال هناك ثلاث علل: الأولى كون الضبع كون ذي الناب مما يعدو على فريسته ويكون طالبا غير مطلوب، هي أول علة أن يعدو على الفريسة وأن يكون طالبا لها غير مطلوب. العلة الثانية أن يعيش على نابه لكن لا يهجم ولا يعدو. العلة الثالثة أن يتقوى بالناب. ثلاث علل. فعلى العلة الأولى يقول الإمام يحل أكل الضبع والثعلب. لماذا؟ لأن الضبع جبان يتناوم حتى إذا مر به حيوان وثب عليه فأكل، إذن هو لا يعدو. وأما الثعلب فإنه يتماوت، وقد رأينا ذلك بالتجربة. الثعلب إذا حشر في مكان وشعر أنه يعني لا مناص من القبض عليه يتماوت، يرفع قوائمه كأنه ميت، فإذا مر به ويبقى متماوتا حتى إذا مر به صيد وسب عليه. وأما على العلة الثانية فتحل السنانير وابن آوى، وأما على العلة الثالثة يحرم كل ذي ناب من السباع، فأي خبير هذا؟ رحمة الله على هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته، وأسأل الله أن ينفع به المسلمين بعلمه الغزير وأن ينفع ذريته وأهله من بعده، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.